ناهدة خليل، مواليد الستين. جيت من عائلة فقيرة وخلقت بعين المريسة وربيت بمدرسة للصبيان كانت أمي ناطورة فيها، وكنت أتعلم أنا وإخواتي البنات فيها بشكل غير رسمي. ضليت سنين عم واجه التنمر والقمع والتهميش الذكوري والطبقي. درست الهندسة المعمارية بالجامعة اللبنانية ونقلت لتخصص تاني، هندسة الفضاءات الخارجية، وصرت أعلمه بالجامعة الأمريكية. بيتنا كان دغري على البحر، وبعدين جامعتي كانت بوش ديلية الروشة. هالعلاقة كانت الدافع الأساسي لنضالي لحماية الشط. وقفنا 3 مشاريع كانت رح تتعمر على الدالية، وأصدرنا مرسوم لحمايتها مع وزارة البيئة. مش رح أحكي عن السلطة الحاكمة وشو عملت فينا من 32 سنة لهلأ ولوين وصلتنا. بدي أحكي عن قدرتنا على مواجهتها بمجرد يكون عنا هدف وإصرار. عملت إنجازات بالعمل مع الناس بثلاث مناطق عشت فيهم ببيروت. بعين المريسة وقفنا مشروع توسيع الكورنيش اللي كان رح يقضي على آخر ما تبقى من الشط الصخري لمدينة بيروت. بزقاق البلاط شكلنا لجنة حي وقدرنا نحرر تعدي عمره 30 سنة على مدخل الحي الأساسي كان غير آمن للسكان، وطبقنا الفرز من المصدر وانطلقنا بمشروع مدينة تفرز بثمان أحياء جديد. براس بيروت اشتغلنا على توسيع نسبة تلوث الهواء من مداخن الموتورات بهدف الضغط على الدولة لتأمين الكهرباء. وكمان اشتغلنا مع العديد من أهل المدينة ووقفنا مشروع المحرقة. واجهنا شركة أوجي لبنان يلي كانت عم تطرد تعسفياً حوالي 5000 موظف وعامل، وقدرنا نحصل على تعويضات 60 شهر للكل. وبال2020 أسسنا ائتلاف النقابة تنتفض، وخضنا الانتخابات بنهج برنامج تغييري، وانتصرنا على أحزاب السلطة واسترجعنا نقابة المهندسين. أحلى شيء صار بالانتفاضة، بفتخر أني كنت جزء منه، هو تحويل الساحات بوسط بيروت لمساحات نقاش للتضواية على حقوق الناس، لأنه ولا ممكن لأي إنسان أنه يعرف حقوقه ويقبل يتنازل عنها. فتت على المعركة السياسية لأضمن حق كل شخص بالنجاح والرفاهية والعيش بكرامة. حققنا إنجازات كتير من دون ما يكون عنا لا مركز ولا أموال ولا صلاحيات. فكيف بالأحرى إذا وصلنا على مركز القرار بالمجلس النيابي؟ أكيد رح نحقق أكتر وأكتر. عندي مثل كتير بآمن فيه لمارتن لوتر كينغ: إذا ما بتقدر تطير اركض، إذا ما بتقدر تركض مشي، وإذا ما قدرت تمشي صحاف. المهم تضلك مكمل ونحن مكملين.